كلنا أيها الأحبة خطاء، وكلنا يذنب، وكلنا يعصي، فمن هو الذي لم يعص الله؟ ومن هو الذي لم يتنكب الطريق؟ ومن الذي لم تكتب عليه السيئات والذنوب؟ مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فينبغي للعبد أن يتفكر في نفسه، فيا أخي، للذنوب والمعاصي آثار في الدنيا والآخرة. فتذكر يا أخي، عندما تحدثك نفسك بالمعصية، من الذي تعصيه؟ هل لك من الله ملجأ ومهرب منه سبحانه وتعالى؟ فمن الذي تعصيه وهو الذي ينزل عليك رحمته في كل لحظة وساعة، وإليه يرتفع عملك الصالح والسيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وتذكر أن الذي تعصيه سبحانه وتعالى قد أحاط ملكه جميع المخلوقات من سماء وأراضين وجبال وأنهار وبحار، فمن نحن حتى نعصي الله، حتى نعرض أنفسنا لسخط الله ونقمته سبحانه وتعالى، ونحن العبيد وهو الملك. فهل تنفعه سبحانه وتعالى طاعتنا، وهل تضره معصيتنا؟ كلا. وتذكر أيضا قبل الذنب، تذكر حالك في سكرات الموت، فكيف الحال وأنت ترى الملائكة تقترب إليك تريد نزع روحك؟ فهل ستراهم في أطيب مشهد وأطيب رائحة وهم يثبتونك ويبشرونك، أم أنك ممن سيفاجأ بالملائكة وهي تقترب منه وهي تفزعه قبل موته؟ نسأل الله يعافينا وإياك. فتذكر يا أخي ما بعد الموت أيضا، كيف بك وأنت توضع في ساعة الموت أمام المغسلين وهم يغسلونك ويكفنونك وهم يقلبونك يمنة وشمالا، وأنت لا تستطيع حراكا وليس لك أمر ولا نهي؟ فتذكر ماذا سيكون عليك قبرك، وماذا سيكون عليك من ضمة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. في القبر إما نعيم وإما عذاب. فتذكر أيضا كيف الحال إذا ختم على المرء بهذا الذنب الذي سيعمله، أليس سيبعث عليه أمام الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وتذكر إذا ختم عليك بهذا الذنب وهذه المعصية، فكيف سيكون حالك بعد الموت؟ فإما ربح ليس بعده خسارة، وإما خسارة فادحة يخسر الإنسان فيها نفسه التي هي رأس ماله. فكيف سيكون الحال في القبر؟ هل ستكون في روضة من رياض الجنة، أم أنك ستكون في حفرة من حفر النار؟ نسأل الله يعافينا وإياكم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.